عقدة الذنب عند الأمهات، أسبابها وطرق التعامل معها. هناك مسميات عديدة، فسواء كانت عقدة الذنب أو ذنب الأمومة يبقى الأمر واحدا. فببساطة هو عبارة عن مشاعر تصيب الأم في فترة ما تجعلها تعتقد أنها مقصرة بحق أبنائها، وأنها لم تفعل ما يتوجب عليها القيام به لجعلهم أفضل، سواء صحيا جسمانيا أو حتى مميزون عن غيرهم من الأطفال. فتبدأ الأم بالشعور بأن هناك ثقل على كتفها وصدرها، وأن هناك شيء ما تخاف منه على أبنائها. هل مشاعر الذنب لدى الأمهات تستمر طويلا؟ في الحقيقة هناك بعض الأمهات تصيبها هذه المشاعر لفترة ما ثم تنتهي، وبعضهن يستمر الأمر معهن لسنوات طويلة، وربما يصبح أكثر سوءا إذا لم تستطع تفسير ما تشعر به. ما هي أسباب شعور الأمهات بالذنب تجاه أبنائهن؟ في الحقيقة هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأمهات إلى هذه المشاعر السلبية. أولا الضغوط الخارجية من العائلة والأصدقاء. بعد الولادة تكون الأم تحت ضغط كبير، وتجد أغلب من حولها يخبرونها بضرورة إرضاع الصغير جيدا، وأن لبن الثدي غير كاف ويجب أن تبحث عن حل. حتى وإن كان كافيا فهذه نصائح تقليدية انتقلت من جيل إلى آخر، ولكنها تجعل الأم تشعر بالذنب لأنها لا تستطيع تغذية طفلها بشكل جيد. ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل تظل هذه الضغوط مستمرة لسنوات في أشكال مختلفة. من أسباب شعور الأمهات بالذنب تجاه أبنائهن مقارنة الأم لطفلها مع غيره. مع نمو الطفل تدخل الأم في صراع مع المقارنة، فإذا وجدت طفلا تحدث أو سار قبل صغيرها تبدأ فورا في إلقاء اللوم على نفسها بأنها لم تمنح طفلها الرعاية اللازمة ليفعل هذه الأمور مبكرا. ولا تنتهي بالطبع سلسلة المقارنات عند هذا الحد، بل تظل تقارن وتقارن وتقارن وحتى أدق التفاصيل. مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي في الغالب تقدم صورا افتراضية ليس لها علاقة بالحقيقة، فتبدأ الأم بمقارنة نفسها وطفلها مع غيرها من الأمهات. فمثلا إذا شاهدت صورة جيدة لأم مع طفلها فورا تلوم نفسها بأنها لم تصنع ذكرى مثل هذه مع طفلها، وهكذا. أحيانا تعاني الأمهات من انعدام الثقة منذ صغرهن، ما يجعلهن دوما يشعرن بأنهن مقصرين، وكان يتوجب عليهم القيام بالشيء بطريقة أفضل من ذلك، ويستمر هذا الشعور ويزداد حتى بعد الإنجاب. من أسباب شعور الأمهات بالذنب تجاه أبنائهن أيضا تجارب سابقة للأم مع والديها. فقد تكون الأم عانت من تقصير رعاية والديها لها، وظل هذا الشعور مدفونا بداخلها، لذا فعند إنجاب طفلها يبدأ هذا الشعور بالسيطرة عليها ليخبرها دوما أنها ستكون مقصرة في حق طفلها مثل ما فعل والديها معها. من هم الأمهات الأكثر عرضة للإصابة بعقدة الذنب تجاه أبنائها؟ في الحقيقة لا يمكن استثناء أي من الشعور بعقدة الذنب، فالشعور بالتقصير تجاه الأبناء هناك جزء كبير منه فطريا، ولكن هناك من هن معرضون للإصابة به بشكل مرضي مستمر وليس أمرا طارئا، وهم الأمهات التي تعاني من بعض الاضطرابات النفسية، الأمهات التي أصيبت باكتئاب ما بعد الولادة، الأمهات التي لا يمتلكن الوعي الكافي والمعلومات اللازمة حول ما يتعلق بالأمومة، الأمهات العاملات، والمجتمع يجعلها تشعر بأنها تأخذ حق صغيرها لتحقيق نجاحات شخصية. كيف يمكن التعامل مع عقدة الذنب التي تعاني منها الأمهات؟ الآن بعدما تحدثنا عن مشاعر التقصير التي تعاني منها أغلب الأمهات وأسبابها، من الضروري أن نتحدث عن كيفية التعامل معها. أولاً حددي مصدر الشعور بالذنب. حيث تحدثنا في النقاط السابقة عن أسباب الشعور بالذنب، لذا فإن أول خطوة في التعامل مع الأمر هي تحديد مصدره أو سببه. فهل هو بسبب تجارب سابقة أم ضغط المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي أم أنه نتيجة اضطرابات نفسية؟ ثانيا كوني صريحة مع نفسك. الصراحة مع الذات خطوة مهمة في تخطي أي مشكلة، لذا خذي ورقة وقلم ودوني بها الأشياء الجيدة التي تفعلينها من أجل أبنائك، وفي ورقة أخرى دوني تلك التي تعتقدين أنك مقصرة فيها والتي علمت سببها في النقطة السابقة.
حاولي إيجاد رابط بين الورقتين، فمثلا تعتقدين أنك مقصرة في تغذية طفلك لأنه نحيف. انظري كم وجبة تضعينها له في اليوم وما هي العناصر الغذائية التي تحتويها. بعد ذلك قومي بعمل بحث صغير على الإنترنت لتتأكدي من أن ما تقدمينه مثالي. الآن أصبح بإمكانك التخلي عن الشعور بالتقصير تجاه أمر التغذية. اهتمي بتثقيف نفسك حول تربية الأطفال. استشيري متخصص، يبقى دوما لا غنى عنه.